الفوتوشوب يعني أكيد. اصبح انه يكون يعني انه لدرجه انه ممكن انه نقول صوره بتفقد براءه او براءه الشكل يب. ما رايك يعني في هو الفوتوشوب طبعا هو حاجه مهمه في التصوير بس زي ما انت بتقولي لما بيخش بيغير معالم الصوره الاساسيه بيخلي الصوره تفقد روحها او تفقد براءتها. انا من الناس المعترضين على الفوتوشوب في التصوير. لو انا بطلع صوره عايز اوصلها كما هي عليه زي ما شفتها بعيني. قعدت الفتره كده ومش عايز اقول لك المبدا ده يمكن دي وجهه نظري خلاني اقوي نفسي في الجوانب المهنيه قوي كمصور ان انا ابذل مجهود في الشوت كبير قوي عشان يطلع بشكل كويس محتاجش ان انا اعملها على الفوتوشوب. بس اصحابي المصممين اقنعوني ان الفوتوشوب طبعا ممكن يديني حاله تانية من الصوره خالص. فده فتح لي ابواب تانيه ان انا يبقى في ابداع في الصوره برضو. فمن وجهه النظر دي انا ابتديت فعلا استخدم فوتوشوب وبس بطلع صوره مختلفه تماما. حاله تانيه ممكن الوان تانيه ممكن افكت معين تاني خالص ما يمثش بالصوره الاصليه. يعني هل تجد ان الفوتوشوب مهم في التقاط الصوره او انه شيء ثانوي ممكن الاستغناء عنه؟ ممكن الاستغناء عنه في 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 لو انا باخد صور مثلا اساسيه لشكل معين يعني في بعض الصناعات لازم فيها فوتوشوب في التصوير. اذا استاذ خالد دعنا نطلب من الاستاذ جمال عساف المخرج ان يطلع يعني يظهر لنا بعض من اعمالك اوكي حتى نتحدث على كل صوره على حده. اوكي يعني مثلا هذه الصوره يعني لم تستعمل فيها الفوتوشوب صح؟ طبعا ده تكنيك في التصوير في الفوكس بتاع العدسه بتحكي فيه بيكون في مكان معين فالمكان ده بيطلع السبجكت اللي فيه هو واضح وبقيته بيطلع فلو او بيطلع مش واضح فبيعكس شكل الحاجه قوي بيدي لمسه فنيه للصوره بس كلها واضحه. وفي العادي اصلا انت يعني العين العاديه بتشوف شيء واحد بس واضح وبقيه الحاجات اللي بتشافها بتبقى فعلا متشافه بلور زي الصوره يعني وانت بصالي انت شايفاني انا خالد وشايفه معايا كمان الديكور صح. بس ايه اللي طلع واضح قوي انت انا عشان عينيكي حاطه بنظره يعني هنا الشيء الاقرب بالزبط. صح بالزبط. فدي اقرب حاجه للعين تشوف المنظر ده. الصوره دي كانت صوره الخشب فيها نفس التكنيك بس كانت متصوره ابيض واسود وكان يمكن توقيتها حتى الساعه 3 الظهر ودي برده حاجه مش معموله على الفوتوشوب لان عمر برده الشوت لما بتاخديه بالكاميرا مثلا ابيض واسود يكون زي ما بتعمليه بعد كده على الفوتوشوب. كان عجبني خيال قوي المسمار والتاثير بتاعه ان هو سلوات مع الاضاءه. نعم يعني انه وهذه الصوره يعني قبل الهواء انت بالضبط كنت حكيت لي يعني بعض الكلمات كانت شوي مو مفهومه انه ده كان ده كان ده كان العاب ناريه في مهرجان مسقط وده تكنيك من التصوير اللي هو بنسميه رسم بالاضاءه او بالضوء. في نفس الوقت اللي بتاخد فيه الشوت بنعمل حركه معينه بالكاميرا بتكنيك بثبات معين فبتدي يعني والصوره وهي بتتعمل بتاخد شكل الحركه دي. الحركه دي بتكون عكسيه يعني لو انا عايز خط لفوق بخلي الكاميرا لتحت. اوكي فبتبان مثلا حاجه زي الالعاب الناريه حاجه ثريه قوي بالاضاءات فكان فيها دي صوره كنت عاملها كانت في مصر ردا على ازمه العيش يمكن وسائل الاعلام كانت مزوده شويه ان في ازمه العيش في مصر بشكل كبير بس اهو كان في الشارع يا جماعه كان فحتى دي استخدمت فيها فوتوشوب من النوع اللي انا كنت بقول لك عليه بالظبط صوره ملونه حطيت عليها لاير ثاني ابيض واسود وابتديت من هنا ان انا اطلع شكل لون العيش الاصلي يعني بركز على ماده معينه. دي برضو كانت على خشبه ولو تشوفي هتلاقي خيط عنكبوت صغير قوي باين صح انه تطلب تركيز بالزبط. اكثر بالظبط بالظبط وفي خيال وده اللي برضه للمسامير ساعتها عايز اقول لك لما كنت مثلا باجي يعني مثلا 3 سم يمين او شمال ما كنتش بشوف خيط العنكبوت من العدسه انا شفته بالصدفه انا ما اعرفش وانا داخل على الشوط ما اعرفوش كان صعب قوي. دي حاجه من حاجات التكنيكس اللي في التصوير او الدور ده برضه كان الامر برضه بنفس التكنيك بالرسم انا كان الامر يب. يعني انه شكل القلب عملته شكل قلب نعم نعم
إذن أستاذ خالد، يعني أنه من خلال الصور فهي صور يعني استعملت فيها تقنيات بالزبط. عالية جداً بالزبط. ويعني أنه كانت أهم أو التقنية اللي لفتت نظري أنا شخصياً تقنية صباغة الحركة أو رسم بالكاميرا. رسم بالكاميرا نعم. يعني أنه ممكن يعني أنه إذا